السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكل زوار ومتابعي مدونة عرب تكنو ومجتمع هاك سكان من كل أنحاء العالم والوطن العربي. النهاردة معانا حلقة جديدة في ورشة العمل الخاصة بهاك سكان أو مدونة عرب تكنو. الحلقة النهاردة هنتكلم عن الآيفون وحل مشاكل الآيفون وتغيير السوفت وير او الفريم وير او اصدار او نظام الاي او اس الخاص بالايفون. طبعا ناس كتير بتقول ان الايفون حاجة جميلة جدا، وفي ناس زيهم بتقول ان الايفون حاجة سيئة جدا، لكن احنا مش عايزين نخش في النقاشات دي ونقول الايفون حلو ولا الايفون وحش، لكن خلينا النهاردة في مضمون حلقتنا وهو حل مشكلات الايفون اللي هستعرضها معاكم دلوقتي من خلال اننا هنغير الفريم وير او السوفت وير او نظام الاي او اس اللي على الايفون بتاعنا، وفي نفس الوقت هنعمل تحديث او ابديت لاصدار الاي او اس بتاعنا من خلال تغيير الفريم وير الخاص بالايفون. سواء كنت عايز تحل مشاكل الايفون اللي هنستعرضها دلوقتي حالا، او عايز تغير الفريم وير او السوفت وير، او عايز تعمل ابديت للاي او اس، فلازم تتفرج معايا للاخر وعشان تفهم كويس قوي، وما تعديش اي دقيقة في الحلقة لان كل دقيقة هيكون فيها معلومة مهمة جدا ليك. اما دلوقتي خليني استعرض معاك المشاكل اللي الناس بتواجهها في الايفون واللي هنقوم بحلها عن طريق تغيير الفريم وير او السوفت وير او اصدار الاي او اس بتاع الايفون النهاردة. المشكلات بتتلخص في الاتي. اول مشكلة معانا هي مشكلة تم ايقاف الايفون بالرجاء الاتصال بالاي تونز. طيب خليني اوريك صورة للمشكلة. زي ما انت شايف حل مشكلة تم ايقاف الايفون، تم ايقاف الايفون الاتصال بالاي تونز، والمشكلة دي بتيجي بسبب انك عملت باسورد ونسيته، وابتديت انك انت تدخل باسوردز كتيرة والباسورد طبعا غلط، فبيبتدي الايفون انه هو يقولك حاول مرة اخرى بعد دقيقة، ثم بعد 30 دقيقة، ثم بعد 45 دقيقة او ساعة، وبعد كده بيقولك تم ايقاف الايفون زي ما انت شايف كده. طبعا ممكن يكتب لك بالعربي، ممكن يكتب لك بالانجليش زي ما هو واضح معانا في الايفون اللي معايا ده. iPhone is disabled, connect to iTunes. تمام، دي اول مشكلة معانا. تاني مشكلة هي مشكلة الوقوف على علامة الكابل او شعار الايتونز لما تيجي تفتح الجهاز. خليني اوريك برضو المشكلة. زي ما انت شايف معايا ممكن تيجي تفتح الايفون بتاعك في مرة تلاقي واقف على الصورة دي او الشكل ده علامة الكابل دي وشعار الايتونز زي ما انت شايف، وبيفضل واقف على كده مهما تعيد تشغيله بيفضل واقف على كده. دي مشكلة تانية من مشاكل الايفون اللي بتواجه ناس كتير. تالت مشكلة معانا وهي مشكلة الوقوف على شعار ابل او الرمز بتاع التفاحة. خليني برضو اوريك مثال. زي ما انت شايف معايا ممكن تيجي تفتح الايفون بتاعك تلاقيه يفضل واقف على الشعار بتاع ابل ده، وتبص تلاقي الجهاز ما بيفتحش ولا بيقوم بأي خطوة بعد كده، بيفضل واقف على شعار ابل اللي هي التفاحة دي وما بيعملش اي حاجة مهما تعيد برضو التشغيل فيه بيفضل زي ما هو. طيب خليني اخش للمشكلة الرابعة وهي مشكلة شاشة الموت الحمراء او الشاشة الحمراء. زي ما انت شايف بتلاقي الايفون بتيجي تفتحه او اثناء استخدامك ليه بيجيب لك شاشة حمراء زي دي ويفضل واقف عليه ما بيعملش اي حاجة مهما برضو تعيد التشغيل فيه، مهما يفصل شحنه وتشحنه، مهما تعمل اي حاجة ما بيعملش البوت بتاعه للنهاية، يعني هو ما بيفتحش لغاية النهاية، بيفضل واقف على شاشة الموت الحمراء دي او الشاشة الحمراء اللي انت شايفها دي. طيب نخش على المشكلة اللي بعد كده وهي ان الايفون بيعيد تشغيل نفسه باستمرار. يعني ايه برضو؟ خليني اوريك برضو. ان الايفون ممكن وانت شغلته الموبايل بتاعك مثلا فصل شحن وشغلته فابتدى ان هو يقفل ويفتح تاني، بيعمل ريستارت اكتر من مرة،
ولكن ما بيستكملش عملية الفتح او البوت بتاعته للنهاية علشان يوصل لواجهة المستخدم او واجهة النظام الاعتيادية اللي انت بتفتح عليها الايفون، فبيبتدي يعيد تشغيل نفسه ويعمل ريستارت. دي مشكلة من مشاكل الايفون. طيب معانا مشكلة تعليق الايفون على شاشة سوداء اثناء الشحن او اثناء فتح الجهاز. خليني برضو اوريك مثال. زي ما انت شايف الايفون ممكن تبقى انت حاطه على الشاحن يفضل واقف على كده وما بيشحنش، او انت فتحته يفضل ظاهر لك الشعار بتاع الشحن والعلامة دي وما يقومش باي عملية من عمليات الشحن لو انت حاطه على الشاحن، او ما بيستكملش الفتح بتاعه لو انت مش حاطه على الشاحن ويفضل واقف على الصورة اللي انتوا شايفينها دي. دي مشكلة برضو من مشاكل الايفون اللي ناس كتير بتواجهها. المشكلة السابعة معانا وهي مشكلة التهنيج المستمر للايفون. يعني ايه مشكلة التهنيج المستمر؟ ساعات بتبقى شغال على الايفون وتبص تلاقيه هنج في ايدك او حصل له عملية فريز او تجميد وما بقاش يعمل اي حاجة ووقف نهائيا. ممكن تبقى خصائص شغالة وخصائص مش شغالة، حاجات كده بتحصل غريبة في الايفون، ودي يعني نقول الموبايل مهنج عندنا، يعني نقول الموبايل هنج. فابسط حاجة بنعملها ان احنا بنعمل ريستارت اعادة تشغيل للايفون، وبالتالي الايفون بيشتغل تاني، بس ممكن المشاكل دي ترجع تاني وتتكرر. طيب معانا مشكلة تامنة وهي مشكلة اختفاء الصوت في الايفون. يعني ممكن نبقى شغالين على الايفون عادي لكن نفوجئ ان الايفون ما فيهوش صوت، لا صوت رسائل بتيجي ولا صوت للجرس او صوت التنبيه يعني، او لو حد اتصل بينا ما بيبقاش فيه صوت. ممكن برضو الفايبريشن بتاع الموبايل اللي هو الهزاز الاهتزاز اللي بيعمل اهتزاز لما حد يتصل او رسالة تيجي او بيتعطل برضو فجأة ويشتغل لوحده، وحاجات غريبة كده بتحصل في الايفون. دي برضو مشكلة من مشاكل الايفون. طيب ساعات برضو بنلاقي مشكلة تاسعة وهي مشاكل الواي فاي. بنلاقي الواي فاي بيعمل داس كونكت لوحده، يعني بنعمل اتصال في الواي فاي لكن بنبص نلاقيه قطع الاتصال لوحده، او بنلاقي الواي فاي بطيء جدا او الاشاره بتاعته ضعيفه جدا وما بيلقطش الا لما تكون قريب من جهاز الراوتر او الجهاز التوجيه عندك او الانتنه بتاعت الواي فاي. وبنلاقي ان التطبيقات ما بتبقاش مستقره، يعني بتلاقيها ان هي تقيله بتهنج الجهاز، بتتسبب في سخونيه جامده قوي للجهاز، مشاكل البطاريه. كل دي مشاكل في الايفون ان شاء الله هنحلها عن طريق عمل سوفت وير للايفون او تغيير الفريم وير بتاع الايفون، او اننا بنعمل تغيير لنظام الاي او اس اللي على الايفون. طيب في حالة ان انت عايز برضو تعمل ابديت للايفون، يعني عايز تحدث نسخة الاي او اس بتاعته، انت عندك اي او اس مثلا 9 او 10 عايز تحدثه لاخر اصدار اللي هو اي او اس 11، برضو هتتابع معنا الشرح عشان خاطر الشرح ده هيفيدك في كده، وبنفس الوقت هنحل المشكلات دي. اخر حاجة بقى وهو طبعا الجهاز ده اللي هنقوم عليه بالشرح، الجهاز ده عليه اي كلاود. تمام. طيب في حالة ان احنا عملنا السوفت وير او الفريم وير للجهاز دوت، هل الاي كلاود ده هيروح؟ يعني هفتح مش هيطالبني بباسورد ولا هيطالبني بان انا ادخل الاي كلاود بتاعي اللي انا عامله عليه دلوقتي؟ فلو نجحت ان هو تخطى الموضوع ده اصبح ان احنا ممكن نتخطى ونفك الاي كلاود بالطريقة دي، ان احنا نعمل له تغيير للفريم وير بتاعه زي ما هنعمل دلوقتي. اما لو ما نجحتش فيبقى مش هتنفع الطريقة. فانا لاول مرة بنجربها ان شاء الله في الحلقة دي، خليكم معانا واوعوا تروحوا في اي حتة. طيب دلوقتي بعد ما استعرضنا مع بعض المشكلات اللي بتواجه مستخدمين الايفون، خلينا نعرف ازاي هنقوم بحل المشكلات دي، والناس برضو اللي بتدور على كيفية تحديث او عمل ابديت لاصدار الاي او اس اللي في الايفون بتاعها. بالمناسبة دي هتكون ان شاء الله انسب طريقة وهقول لكم ليه. والناس اللي عايزة تغير سوفت وير او تعمل سوفت وير او فريم وير جديد للايفون بتاعها،
خلينا نشوف احنا محتاجين ايه علشان خاطر نبتدي نشرع في حل المشكلات وعمل الفريم وير. طبعا انا معايا جهاز iPhone 5S. iPhone 5S انت مش لازم يكون معاك نفس iPhone 5S، لا انت ممكن يبقى معاك جهاز iPhone 5S او 5 او 6 او حتى iPhone X اللي لسه نازل. طيب خلينا نقول احنا محتاجين ايه. اولا محتاجين انت طبعا معاك جهاز الايفون بتاعك، دي اول حاجة. طبعا تاني حاجة الكابل الخاص بالايفون، يستحسن ان يكون الكابل الاصلي بتاع الجهاز، ما يكونش تقليد او اللي انت شاريه بتمن رخيص او مقلد، لازم يكون الكابل الاصلي عشان ما يحصلش اي مشكلات وانت بتقوم بالعملية دي، او حتى لو كنت بتقوم بعملية الشحن فيستحسن برضو بعملية الشحن ان هو تكون بالكابل الاصلي الخاص بجهاز الايفون بتاعك. الايفون عندي مشحون بنسبة 99%، تمام، فيستحسن يكون ان الايفون مشحون بنسبة 100%، يعني يكون مشحون على الاقل حد ادنى يكون عندك الشحن بنسبة 80%، يعني ما تقومش بالخطوات دي الا والايفون يكون مشحون بنسبة 80%. انا عندي شحنه بنسبة 100%، هو 99 بس ان شاء الله هيكون 100%. ما علينا، ندخل في الموضوع ده اللي احنا محتاجينه خارج الجهاز. طيب انت معاك لابتوب شغال على اصدار من اصدارات ويندوز، سواء ويندوز 7 او ويندوز 8 او ويندوز 10، او جهاز ماك، لابتوب ماك او بي سي عادي او جهاز ماك برضو. اللي انت محتاجه جوه الجهاز هيكون برنامج الايتونز. طبعا اغلبية الناس وكتير وكل المفروض كل الناس اللي معاهم ايفونز عندهم برنامج الايتونز عشان ليه استخدامات كتيرة وانت معاك جهاز الايفون. لكن لو انت ما عندكش برنامج الايتونز ممكن تحمله من موقع ابل الرسمي، وهسيب لك اللينك بتاعه في موضوع الحلقة في المدونة بتاعت عرب تكنو ان شاء الله، وهحاول اشرح كيفية تحميله بالصور داخل المدونة، بس عشان ما نطولش في وقت الحلقة زيادة عن اللزوم، لان زي ما قلت اغلبية الناس عندها برنامج الايتونز، لان هو ده اللي هنستخدمه في تحديث او عمل فريم وير للايفون. تاني حاجة محتاجينها هو الفريم وير بقى، الفريم وير الخاص بتاع الايفون اللي معانا، او الملف السوفت وير اللي احنا هنقوم بعملية التحديث بيه. هندخل على الموقع ده اسمه IPSW Downloads. اول ما هنفتح الموقع، طبعا انا هسيب لكم لينك الموقع داخل موضوع المدونة ان شاء الله. اول ما هنفتح الموقع واجهته بسيطة جدا، لكن خليني اقول لكم ازاي نحمل النسخة المتوافقة مع الجهاز بتاعنا بشكل صحيح علشان ما نبوظش الموبايل. لو احنا نزلنا له نسخة غلط ممكن الموبايل يحصل له عملية موت ان هو ما يشتغلش. لازم نحمل النسخة الصحيحة. هنعرف ازاي نحملها بشكل صحيح وان هي بتاعت الجهاز بالفعل. خلينا دلوقتي ندخل في الموقع. الموقع اول ما افتحه بيكون واجهته زي ما انتم شايفين كده. بالمناسبة المشكلات ديت ممكن تبقى موجودة في الايباد، ممكن تبقى موجودة في الايبود، ممكن تبقى موجودة في الابل تي في، ممكن تبقى موجودة في الابل ووتش، تمام. لكن احنا النهاردة شرحنا على الايفون، فنفس الخطوات دي ونفس المشكلات دي ممكن تبقى موجودة زي ما قلت في الايباد او الايبود، فنفس الخطوات دي هنطبقها برضو عليهم، لكن احنا شرحنا على الايفون. فظهر الايفون معانا هنا، هندوس عليه وهندخل. هنا ظهر لنا كافة اصدارات الايفون من اول ايفون 2G لغاية ايفون اكس اللي هو لسه نازل. طيب انا الجهاز اللي معايا ده زي ما قلت iPhone 5S. هندور على iPhone 5S. هنا عندنا هنا iPhone 5S، لكن لو تلاحظوا هنلاقي ان هنا iPhone 5S متكرر مرتين، مرة مكتوب جنبه iPhone 5S Global ومرة مكتوب جنبه iPhone 5S JSM. طيب
هنا بقى التركاية اللي انا بقول عليها، ان احنا لازم نحمل السوفت وير الخاص بالجهاز اللي هو المتوافق معاه والصحيح عشان ما يحصلش اي مشكلة. طب نعرف ازاي ان الايفون بتاعنا ده جلوبال او جي اس ام؟ انا هقول لك ازاي. لازم يكون معاك الموديل بتاع الايفون، وده هتلاقيه مكتوب على العلبة بتاعت الايفون. خليني برضو اوضح لك بمثال، دي صورة من علبة الايفون بتاعي، تمام؟ خليني اكبر عشان الناس تشوف. شايفين هنا الموديل اهو، الموديل بتاعي اهو A1533، ده الموديل، ده اللي هنعرف من خلاله اذا كان موبايلنا جلوبال او جي اس ام. طب ازاي نعرف؟ هندخل ثاني للموقع بتاعنا، هنيجي للقائمة اللي في الجنب دي، تمام؟ بعد ما ندخل في الموقع هنلاقيها مكتوب في أول حاجة طبعا الهوم، وبعد كده Identify My iOS Device. هندوس على Identify My iOS Device دي، تمام؟ هتبتدي تظهر معانا الصفحة دي. طبعا احنا عايزين نعرف الموديل بتاعنا اللي هو بتاع الخاص بايفون، هندوس على ايفون، هننزل تحت شوية Find your model number. هنا بيقول لك ازاي تلاقي الموديل نمبر. طبعا انا قلت ان انت هتلاقيه على العلبة بتاعتك، تمام، وقلت ازاي هتلاقيه مكتوب فين. اما هنا بقى بيقول لك Enter your model number. طبعا انا قلت الموديل نمبر بتاعي A1533، هنكتبه A1533 وهندوس انتر او find my device. هيقوم بعملية البحث وهيكتب لنا تحت iPhone 5S JSM. يبقى احنا هنا كده عرفنا ان الايفون اللي معانا جي اس ام مش جلوبال. لو هو جلوبال هيكتب لك جلوبال، لكن هو جي اس ام فكتب لك ايفون 5 جي اس ام. فاصبح ان احنا هنقوم بعملية الداونلود الخاصة بايفون 5 جي اس ام وليس جلوبال. ممكن نرجع للقائمة اللي قبلها ونحمل من الايقونة، او ممكن ندوس مباشرة على داونلود اي او اس 11.2.1 هنا اهو زي ما انتم شايفين. ممكن نرجع نحمله من القائمة اللي فاتت، لكن احنا مجرد ما هندوس على داونلود هنا هيقوم بتحميل اخر اصدار من الاي او اس مباشرة. طبعا انا قمت بتحميله قبل كده، هنا هيقوم بتعملية تحميل مباشر، انا قمت بتحميله قبل كده علشان كده مش هحمله تاني. فبعد عملية التحميل هيكون عندنا ملف زي ده كده، هيكون عندنا ملف زي ده كده باسم ايفون واصدار الاي او اس 11.2.1، والصيغه بتاعته هتكون IPSW، وهي دي اللي احنا هنستخدمها، دي نسخه الفريم وير او نسخه السوفت وير اللي احنا هنقوم بتنزيلها على جهاز الايفون اللي معانا. دلوقتي جت الخطوة اللي احنا هنعرف ازاي نقوم بعملية التنزيل. خليكم معايا، اوعوا تروحوا في اي حتة. طيب دلوقتي بعد ما قمنا بتحميل نسخة الفريم وير او نسخة السوفت وير او الاي او اس المتوافقة مع جهازنا اللي هو جهاز ايفون 5S جي اس ام، او طبعا انت حملت النسخة او يعني الفريم وير المتوافق مع جهازك زي ما شرحنا. ويا جماعة انا بحذر، محدش يحمل اي اصدار او اي نسخة وخلاص من الاي او اس، يخش مثلا على الايباد او الايبود ويحمل اي نسخة وينزلها، لان ده هيسبب ضرر بالجهاز مش هيشتغل تاني. انت هتخش تكتب، تخش على Identify My iOS Device، انت معاك جهاز ايفون هتدوس على ايفون، معاك ايباد هتدوس على ايباد، انت معاك ايفون دوست على ايفون، هتخش هنا تكتب الموديل بتاعك
فايند ماي ديفايس، هتنزل تحت بعد ما يعمل سيرش هتظهر لك كده، هيظهر لك الاسم بتاع جهازك ايفون 5S والاصدار بتاعه جي اس ام، بعد كده تدوس على الداونلود اللي هي ظهر لنا هنا دي داونلود اي او اس 11.2.1. طبعا انت مجرد ما هتدوس هيبدا التحميل المباشر زي ما قلنا وهينزلك اخر نسخه. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هندخل على برنامج الاي تونز، هنفتحه كده وهنسيبه قدامنا وهو مفتوح. هنيجي للايفون بقى، ركز معايا، هنيجي للايفون. طبعا الايفون هنا ايفون اس ديسيبل مقفول، طبعا الحمد لله هو شحنه بقى 100% دلوقتي، كان 99 بقى 100% الحمد لله. ما تنساش تخلي الايفون بتاعك على 80% في الشحن اقل حاجة. طب احنا دلوقتي محتاجين ان احنا ندخل على وضع الريكافري مود او وضع الريستور، او نخش على وضع الاي تونز اللي احنا قلنا عليه اللي هو يجيب علامة الكابل وشعار الاي تونز هنا. ازاي؟ اقولك الجهاز بتاعنا هو مفتوح عادي، حلو. طيب احنا مجرد انت ممكن تقفل الجهاز، في ناس بتبقى مش عارفة ازاي تقفل الجهاز وتخش على ريكفري مود، احنا هنخش على ديفايس كده وهنفضل دايسين على اللوك ده كده، هيظهر لنا اللي هي الايقونة الخاصة بتاعت اغلاق الجهاز، طبعا انا مش هستعملها. عندنا زرار الباور اهو، هندوس عليه مع زرار الهوم، هندوس عليهم مع بعض كده، هنلاحظ ان جهاز الايفون طبعا احنا موصلينه اهو، ابتدت تظهر معانا علامة الابل. هنشيل ايدينا من على زرار الباور، بس هنفضل دايسين على زرار الهوم زي ما انتوا شايفين، دخل معانا مباشرة الى وضع الريكافري مود او الاي تونز. هنيجي هنا الاي تونز، برنامج الاي تونز، وكده بيقوم بعملية كونكت بالجهاز. هنستنى لغاية ما يعمل عملية كونكت للجهاز والايفون بتاعنا في وضع الريكافري مود. هيظهر لنا هنا رسالة، هيظهر لنا هنا الرسالة دي زي ما انتم شايفين، الايتونز ارى الايفون بتاعنا والايفون في وضع الريكافري مود زي ما انتم شايفين هنا. طيب الرسالة دي بتقول لك ان الايفون فيه مشكلة، ماشي، الايفون محتاج اما ان هو يتعمل له ابديت او ريستور، محتاج ان هو يتعمل له اما ابديت او ريستور. طيب احنا ممكن نعمل له ابديت، ممكن نعمل له ريستور، ان احنا واحد هيجي يقول لي طب هندوس على ابديت او ريستور على طول، اقول لك لا اوعى تعمل كده. ليه؟ لان انت مجرد ما هتدوس على اي واحدة فيهم هيبتدي ان هو يقوم بتحميل نسخة الفريم وير اللي احنا قمنا بتحميلها قبل كده، وبعد كده يقوم بعملية التنصيب، والعملية دي هتاخد وقت كبير جدا على حسب سرعة الانترنت عندك، ممكن تقعد يومين ثلاثة. طب على ايه؟ لا احنا نقوم بعملية الداونلود من الموقع زي ما قلنا، وبعد كده نقوم بالخطوات اللي احنا قمنا بيها دي الى ان تظهر معنا الرسالة دي. محدش يا جماعة يدوس على ابديت او ريستور. طب هنعمل ايه يا سيدي؟ هقول لك هنعمل ايه. انت لو عندك جهاز عادي زي ده، لابتوب عادي مثلا، انا عندي جهاز ايسر عادي شغال على نظام ويندوز، تمام، هندوس على الشيفت ده، زر الشيفت، تمام، زر الشيفت. طب لو عندك جهاز ماك هتلاقي فيه زرار اسمه اوبشن، اكيد طبعا انت هتبص في الكيبورد هتلاقي زرار اسمه اوبشن، هتلاقيه غالبا في المنطقة دي، هتفضل دايس عليه. انا عندي جهاز عادي هدوس على شيفت كده، هفضل دايس على شيفت وهروح مباشرة على الرسالة وهدوس على ريستور او ابديت. خلينا في الريستور، هيفتح معانا النافذة بتاعت البراوزر بتاعت الويندوز. طب انا ليه دوست ريستور وما دوستش ابديت؟ الابديت الناس اللي عايزة تعمل
مجرد انها تعمل تحديث لاصدار الاي او اس بتاعها. يعني انت عندك اي او اس 10 عايز تحدثه لاي او اس 11 مثلا، هتدوس على ابديت مش هتدوس على ريستور. طيب انا عندي مشكله ان الايفون بتاعي كان ايفون اس ديسيبل او تم ايقاف الايفون، يبقى كده مش هينفع ان انا اعمل له ابديت لان هتفضل هي نفس المشكله. لكن انت عندك مفيش مشكله، تمام، هتدوس على ابديت. بالمناسبه الابديت مش هيمسح لك اي بيانات او اي داتا، لكن الريستور انا بحذر، عمليه الريستور هتمسح كل البيانات والداتا اللي على الايفون. خد نسخه احتياطيه باك اب من الايفون بتاعك عشان هتفقد كل البيانات لما تعمل ريستور، اما الابديت مش هيخليك تفقد اي بيانات. الابديت مجرد ان انت هتعمل تحديث لنسخة الاي او اس فقط، لكن الريستور هيمسح كل البيانات. انا دوست ريستور لان انا عندي مشكلة زي ما قلت، فمش هينفع معها الابديت لانها هتفضل موجودة ومش هتتحل، عشان ما حدش يكتب لي في الكومنتات انا جربت الطريقة ودوست ابديت والمشكلة ما اتحلتش. ما هو لازم عشان تدوس ريستور المشكلة دي هتتحل، لكن ابديت مش هتتحل. بعد ما فتح البراوزر من الويندوز هندخل نختار اصدار او ملف بتاع الاي او اس اللي احنا نزلناه زي ما انتم شايفين اهو، ادي الاصدار اهو بتاع الاي او اس اللي احنا نزلناه، تمام. وهنختار كده وندوس على اوبن. هنا بيقول لك iTunes will erase and restore your iPhone to iOS 11. هندوس على restore. انا يعني بيديك رساله انت هتدوس ايه، تاكيد يعني تاكيدا اللي انت عايز تعمل restore. هندوس على restore وهنستنى. هنا هنلاحظ فوق اعلى الشاشه بيعمل extracting software، هو بيعمل كده عمليه استخراج للملفات الخاصة بنسخة الفريم وير اللي احنا حملناها دي. هنلاحظ هنا ان هو كاتب ايفون ريكفري مود، حالة الايفون ان هو في وضع الريكفري مود. نخلي بالنا يا جماعة ما نهزش السلك او نعمل اي اهتزاز بالايفون بحيث ان هو ما يفصلش عن اليو اس بي عشان ما يحصلش عملية دروب ونفقد كل حاجة احنا عملناها. نخلي بالنا كويس قوي من النقطة دي، تمام. وفي حاجة كمان عايز انبه عليها، ان لو انت قمت بعملية الداونلود على طول مباشرة، يعني قمت بعملية الدخول لوضع الريكفري مود ودخلت ظهرت لك الرسالة دي، دوست ابديت مباشرة من غير ما تدوس على شيفت ومن غير ما تحمل الاصدار زي ما عملنا كده، يعني قمت بتحميله مباشرة من انترنت، زي ما قلت طبعا هياخد وقت طويل، وفي نفس الوقت ممكن لو هو فصل والنت قطع هيقوم بإعادة التحميل من الأول. يعني انت لو انت حملت وخلاص 98% وجي مثلا الانترنت قطع او الكهرباء قطعت، ايه اللي هيحصل؟ هل هيستكمل؟ لا، هيعيد من الأول، هتقعد كمان يومين ثلاثة على ما يحمل، وهتاخد وقت طويل جدا، وممكن الايفون طبعا يفضل معاك مش شغال وهتزهق منه وترميه. طبعا على ايه؟ يبقى احنا نحملهم، نحمل نسخة الايتونز بتاعتنا هنا ايه، وهنحمل نسخة الفريم وير ونبقى براحتنا خالص. وعايز انبه على حاجة كمان، حاجة مهمة، ايه هي؟ ان انت وانت شغال يستحسن انك تكون شغال على لابتوب فيه بطارية ومشحونة. ليه؟ اقول لك انا، لان وانت بتعمل عملية انستول او انستولينج لنسخة الفريم وير الخاصة بالايفون، تمام، ممكن الكهرباء تقطع، وارد ان الكهرباء تقطع. طيب الكهرباء لو قطعت وانت بتعمل عملية الانستول، ايه اللي هيحصل؟ ممكن يحصل دروب، ممكن الايفون يحصل له مشكلة، ممكن ما يشتغلش تاني، ممكن يعني هتعيد من الاول. توقع اي حاجة ممكن تحصل لو حصل عملية فصل وانت بتعمل عملية انستول لنسخة الفريم وير بتاعت الاي او اس بتاعت الايفون، تمام. فيستحسن ان احنا نشتغل على لابتوب
في بطارية مشحونة ما نشتغلش على كمبيوتر. طبعا هنا هو بيعمل عملية extracting software، احنا مستنيين ان هو يخلص عملية extract، بعد كده بيعمل عملية preparing iPhone for restore، بيجهز الايفون للريستور. الايفون هنا فصل، هيقوم تقريبا بعملية restart، وكاتب لي هنا waiting for iPhone. الايفون فتح تاني لوحده، احنا مش هنعمل اي حاجة، احنا هنقعد نتفرج عليه. تمام، زي ما انتم شايفين ظهرت لنا الشريط ده، هيبتدي ان هو يحمل ويعمل عملية verifying iPhone restore. احنا برضو هنسيبه، مش هنعمل اي حاجة خالص، وهنقعد نتفرج عليه ولا هنيجي جنبه. تمام يا جماعة، انا هسيبكم دلوقتي، اوقف ايقاف مؤقت، وهرجع لكم تاني بعد ما يكمل شوية الخطوات. بس احنا طبعا هنسيبه، مش هنعمل اي حاجة. تمام، هنسيبه كده. طيب رجعت لكم دلوقتي تاني بعد ما الايفون خلص عملية الانستولينج بتاعة الفريم وير. مفيش مشكلة خالص، هتبص تلاقيه ان هو ابتدى يعمل ريستارت ويعيد نفس العملية اللي فاتت دي. هتبص تلاقي برنامج الايتونز طلع خالص من عملية ان هو متعرف على الايفون، وهيبتدي يدخل تاني. مفيش مشكلة، نسيبه خالص. العملية دي كلها ان شاء الله مش هتكمل 15 دقيقة، مش هتكمل، مش هتزيد عن كده باذن الله. وان زادت مفيش مشكلة، ممكن يكون سرعة الجهاز عندك بطيئة شوية، فالمدة بتطول شوية، فمفيش مشكلة خالص، هنسيبه خالص. طبعا انا وقفت الفيديو لغاية ما خلص، وجاب لي هنا على الايتونز ان هو محتاج الاكتيفيشن لوك بتاع الابل اي دي بتاعي. وفي الايفون زي ما انتم شايفين فتح وبيقول لي اضغط على الهوم بوتن او زر الشاشة الرئيسية. هنفتح الايفون مع بعض، هنختار اللغة. طبعا دي عملية الاعداد الاولى في اي ايفون جديد او اي ايفون تمت عملية الفورمات لي. طبعا الخطوات دي معظمكم عارفينها، ولكن هستعرضها معكم سريعا. حدد بلدك او منطقتك، هختار مصر. تمام، هنا بيقول لي البدء السريع، هدوس له الاعداد يدوية. محتاج ان احنا ندخل على شبكة واي فاي، ندخله على شبكة الواي فاي. طيب احنا هنا بعد ما عملنا كونكت مع شبكة الواي فاي، هندوس على التالي. قد يستغرق تنشيط الايفون عدة دقائق، احنا هنستنى لغاية ما يخلص. وبعدين فتح معانا على هذه الايفون مرتبطة بحساب ابل اي دي. كده احنا دخلنا في منطقة الابل اي دي، او حساب الابل اي دي بتاعنا اللي معمول على موقع ابل. مطلوب ان احنا ندخل الابل اي دي وكلمة السر. هنخش بالايميل اللي احنا مسجلين بيه على ابل اي دي وكلمة السر. تمام، احنا دلوقتي هنعمل لوجن وهنرجع لكم تاني. طيب احنا هنا قمنا بادخال الابل اي دي بتاعنا وكلمة السر، وهنضغط على التالي. طبعا هنا مش هنقدر ان احنا نتخطاها، وهي دي موضوع الاي كلاود او الابل اي دي، مش هنقدر نتخطاها بالسوفت وير. هنا بيقول لك التاتش اي دي اللي هي البصمة بتاعة الجهاز. طبعا لو احنا عايزين نعمل لها اعداد، تمام، هندوس متابعة وهنعمل اعداد. لو مش عايزين نعمل لها اعداد، هنعمل اعداد تاتش اي دي لاحقا، هندوس عليها. لكن الناس اللي ممكن تقول لي ان البصمة عندهم فصلت، طب انا هشوف كده عندي البصمة عندي شغالة ايه. الاحظ ان هي شغالة البصمة، بتقرا ايه. ارفع اصبعك، ارفع اصبعك. طيب هنعمل اعداد البصمة وارجع لكم تاني. طب
يعني هنا خلصنا اعداد البصمة بتاعنا، وبيقول لي ضبط طريقة الامساك، هندوس على متابعة وهنكرر العملية تاني بشكل سريع جدا، اخلصها وارجع لكم تاني. هنا بيقول لي اكتمل تاتش اي دي جاهز، يمكنك استخدام البصمة لفتح قفل الايفون الخاص بك. طيب تمام لحد كده، وانا ملاحظ ان البصمة بقت اسرع، استجابتها بقت اسرع من الجهاز كان عليه اي او اس 10، دلوقتي اتحدث لاي او اس 11.2.1. انا ملاحظ ان البصمة بقت اسرع، هندوس على متابعة، وهنا بيقول لك ادخل رمز الدخول الخاص بيك، هتحط الرمز الخاص بيك اللي هو الباسورد بتاعك، هندخل باسورد وارجع لكم تاني. هنا بقى هنيجي بعد ما دخلنا الباسورد بتاعنا، هتظهر لنا الصفحة دي، بيقول لك التطبيقات والبيانات، بيقول لك الاستعادة من نسخة اي كلاود الاحتياطية، الاستعادة من نسخة اي تونز الاحتياطية، او اعداد كايفون جديد. طب الموضوع ده معناه ايه؟ الموضوع ده معناه ان هو بيقول لك عايز تسترجع البيانات بتاعتك اللي هو الباك اب بتاعك او النسخة الاحتياطية. لو انت كنت واخد نسخة احتياطية في الاي كلاود هتدوس على الاي كلاود، اما لو انت كنت واخد نسخة من الاي نسخة احتياطية في الاي تونز هتدوس على الاستعادة من نسخة الاي تونز، اما لو انت ما عندكش باك اب اصلا هتفتح على اعداد كايفون جديد. تمام، هنا انا مثلا كنت واخد باك اب بتاعي او نسخة الاحتياطية على الاي كلاود، فهدوس له على الاستعادة من نسخة الاي كلاود. هنا طلب مني الابل اي دي بتاعي وكلمة السر تاني، هندخلها ونرجع له تاني. طب هنا دلوقتي بعد ما دخلنا حساب الاي كلاود بتاعنا اللي هو مرتبط بالابل اي دي، قال لك جاري تحديث البيانات، دي صفحة الاحكام والشروط، هندوس على موافقة. بعد ما خلصنا الخطوات دي وسبناه يعمل استرجاع، هيكتب لك هنا تم اكتمال الاستعادة، يعني التليفون خلي بالك هيعمل ريستارت وهيقول لك اضغط على زرار الهوم، وهيقول لك ادخل الباسورد، وبعد كده هيحمل تاني هنا سريعا، وبعد كده هيفتح كده ويكتب لك تم اكتمال الاستعادة، تمت استعادة الايفون بنجاح، يتبقى فقط بضع خطوات عليك اتباعها. هندوس على متابعة، هيقول لك اختار شبكة الواي فاي تاني مفيش مشكلة، وبعدين هيطلب منك تاني الابل اي دي. عشان ايه؟ طبعا احنا كنا دخلناه قبل كده مرتين، مره للابل اي دي نفسه لحساب ابل، ومره لحساب الاي كلاود. طب دلوقتي المره الثالثه طالبها ليه؟ طالبها علشان الاي تونز والاب ستور. تمام، فاحنا هنعمل لوجن ونرجع لكم تاني. طيب احنا هنا دخلنا حساب الابل اي دي بتاعنا والباسورد للمره الثالثه، انا بيقول لك امان اب ابل اي دي، ده علشان خاطر دي الخطوة بتاعت تسجيل الدخول الثنائي. يعني ايه؟ يعني عشان خاطر لما انت تعمل تسجيل دخول يبعت لك رسالة مثلا على الموبايل بتاعك ويديك كود، يقول لك ادخل الكود ده علشان خاطر اخليك تكمل. لو انت عايز تفعلها هتدوس على متابعة، بعدين هيفتح لك اختر رقما يمكن استخدامه للتحقق من هويتك، وتحط له هنا البلد وهنا الرقم بتاعك، وعايز تتحقق برسالة نصية ولا مكالمة هاتفية، انا انصحك تخليها برسالة نصية لانها هتكون اسرع وافضل من المكالمة الهاتفية، لكن انا مش هفعلها دلوقتي، هتدوس على خيارات اخرى وهتدوس عدم الترقية وهنستنى للخطوة اللي بعدها. طيب احنا هنا بعد ما استنيناه لما خلص جاب لي رسالة بيقول لي دمج مع اي كلاود، احنا هنقول له دلوقتي دمج وهنستنى لما يخلص اعداد الابل اي دي. هنا بقى بيقول لي خدمات الموقع اللي هو الجي بي اس، انا انصحك انك انت ما تشغلهاش، هي خدمة تحديد المواقع والكلام ده كله، انصحك ان انت ما تشغلهاش. ليه؟ لان هي هتستهلك من البطارية اكتر، هتقوم بعملية سخونة للجهاز، يعني الجهاز هتبص لي بيسخن واستهلاك البطارية هيبقى فظيع، فانا انصحك ان انت تقفلها لان انت غالبا مش هتحتاجها. اما لو محتاجها في ان انت مثلا بتحتاج الجي بي اس هتدوس تمكين خدمات الموقع، انا مش محتاجها هدوس على ايقاف خدمات الموقع، هدوس على موافق وهستنى لغاية ما يحمل.
هنا جاب لي حاجة تاني بيقول التحليلات ساعد أبل في تحسين منتجاتها وخدماتها بما في ذلك سيري وغيرها من المميزات الذكية. بما معناه ايه ده؟ ان هو عايزك تشارك مع أبل البيانات بتاعتك انه عشان يحللها من الايفون بتاعك، ان هو يشارك بياناتك زي عمليات البحث والتحميل وغيره وغيره. طبعا انا اقول له لا يا سيدي، عدم المشاركة ماليش دعوة بياناتي ومش عايزك تحسن منتجك. بعد كده تقريبا احنا خلصنا، فبيقول لك مرحبا بك في الايفون، هنقول البدء ومبروك عليك الايفون باصدار الاي او اس الجديد 11.2.1 وخلاص المشاكل اكيد باذن الله اتحلت. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة وخلصنا حلينا كل المشاكل وعملنا سوفت وير وعملنا تغيير الفريم وير وحدثنا الاي او اس، وان شاء الله مفيش مشاكل تاني هتقابلكم باذن الله. انا متاسف على اني طولت في الحلقه، لكن حبيت اني اشرح كل حاجه بالتفصيل الممل واذكر كل حاجه علشان تبقى كل حاجه سهله عليك وما تفقدش اي خطوه من الخطوات دي. وحبيت اقول تنويهات علشان خاطر ما تقعش في اي اخطاء تؤدي الى اتلاف الهاتف الخاص بيك. انا متأسف على الاطالة، ولكن كله في مصلحتك انت يلي بتشوفني. ولو عجبتك الحلقة اتمنى انك تضغط لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد مع مدونة عرب تكنو، اللي ان شاء الله محدش بيدخلها الا وهو خارج فاهم ومستفاد من الحلقات اللي احنا بنقدمها. وشارك الحلقة مع اصدقائك علشان لو حد عنده المشاكل دي يحلها او عايز يحدث الاي او اس يحدثه. الى اللقاء في حلقات قادمة ان شاء الله مع مدونة عرب تكنو ومجتمع هاكسكان لخدمات الامن المعلوماتي. الى اللقاء في حلقة اخرى باذن الله تعالى.